مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وزمن الرياضه في هذا الاسبوع حافل ايضا بالعديد من الانشطه والاخبار محليه وعالميه، ويمكن ابرزها خساره منتخبنا الوطني ووداعه للشان بخسارته من المنتخب التنزاني بهدفين لهدف. وايضا نتحدث عن الدوري الممتاز و الدوري الوسيط وما يحدث في المريخ على صعيد الجهاز الفني. وبعد ذلك سيكون الزميل سالم سعيد معنا ليتحدث عن ما يحدث في العالم في كرة القدم. بداية ونتحدث عن الشأن المحلي، برحب كثير جدا بالكوتش والكابتن والمدير الفني لفريق المورد الشاب هيثم سلمان. هيثم مساء الخير واهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ معتصم، تحياتي لك ولكافة السادة المشاهدين، اسال الله انه نقدم معكم حلقه مميزه. امين ان شاء الله. وهيثم، اول مره تزورنا في الشروق. والله لي عظيم الشرف انه لينا انا اكون في قناه الشروق، القناه المميزه، وان شاء الله نكون يعني نضع اضافه مميزه. اهلا ومرحبا بك. وقبل ما نتكلم عن المنتخب نحن نبدا به، هيثم، انت لعبت في ابو عنجه، واحده من الفرق العظيمه اللي قدمت العديد من اللاعبين، ويمكن من اللاعبين البارزين في الجيل المعروف، دكتور كمال عبد الوهاب، جمال بعنجة، باكومبا، طيفور، مجموعة كبيرة، وحموري هناك في الهلال، مجموعة كبيرة من اللاعبين يا هيثم. والله أنا أفتكر أن بعنجة من الأيام الكبيرة والعريقة، لأنه بعنجة تأسس في 1929 ومؤسسي الدوري بتاع الدرجة الأولى في ولاية الخرطوم، خرج يعني عدد كبير من اللاعبين لأندية الهلال والمريخ ونادي الموردة كمان. نعم، ضربة وشوشة وخلافه. نعم. وكذلك يمكن خرج من الإدارية الأفزاز، يعني الآن البروف كمال شداد احنا نعتز به، يعني هو أحد خريجين مدرسة نادي أبو عنجة، نقول إداريا وفنيا، وحتى من النواحي الفنية كناحية تدريب، يعني برضه خرج عدد كبير من المدربين المميزين، برهانتية من اللاعبين، و لعب في ابو عنجه، والان هو مدرب معروف، درب ابو عنجه، صعب ابو عنجه برضه. نعم. فانا افتكر ابو عنجه مدرسه، فريق عريق. نعم. فريق عريق، لكن تكلمت على الظروف اللي انت عارفها، لكن ان شاء الله حاسس الان في غدو عدد من الشباب متماسكين، ان شاء الله يعود لوضعه الطبيعي. نعم، باذن الله. وزي ما ذكرت انت، يعني ليس على المستوى اللاعبين فقط، حتى المستوى الاداري، دكتور كمال شداد علامه كبيره وبارزه في كره القدم السودانيه بل الافريقيه. إذا تحدثنا في البداية كابتن هيثم عن المنتخب، يعني يمكن الحديث كان بيدور يعني عن المدير الفني، يعني كلام كثير جدا. في البداية احنا أردت أن نتحدث عن الخسارة بهدفين لهدف. تابعت الكورة؟ نعم. ونحن يعني رجعنا من تنزانيا وأملنا كان كبير وحققنا نتيجة طيبة في تنزانيا. والله هو شيء، أنا لو خلتني أنا أخش لك بمدخل، بأنه الإشكالية الكبيرة أنا أفتكر أنه عدم التخطيط السليم. بمعنى أنه أنا حاسس زي المنتخب السوداني. نعم. مفترض يكون عندي، وأنا بتمنى ذاته الإعلام الرياضي وأنت أستاذ محتصين. نعم. نلغي الضوء على الوضع زي ده. يعني أي مؤسسة رياضية، أي منتخب، أي نادي المفروض يكون عنده أهداف واضحة ومحددة. نعم، صح. بمعنى أنه يعني أنا مفترض يكون الشاندي ضمن الأهداف الرئيسية بتاعت المنتخب السوداني. نعم. لأنه المنتخب السوداني الأول هو نفس المنتخب بتاع المحلي. صح. لكن لو تحدثنا عن مثلا تصفيات أمم أفريقيا، أنا أفتكر إنها فوق صحوبي مكان، أو تصفيات كأس العالم، حس في دعاية تلقاها طالعة من الإداريين وخلافه، إنه إحدى نصف كأس العالم 22 أو إحدى نشيل أمم أفريقيا وهكذا. فأنا أفتكر إنه الشان دي إحنا خسارة كبيرة بالنسبة لنا، إنه إحنا ما وصلنا النهائيات. المفروض تكون هدف، هي تكون هدف لنا، هدف استراتيجي يكون أمام الاتحاد نبني عليه، نضع خططنا، استراتيجياتنا كلها تكون واضحة، ونشوف إحنا واقفين وين حول في حول المنتخبات في الغار حوالينا. بل حتى أنا أفتكر إنه أقول لك الصعوبة ممكن تواجهنا لو وصلنا إحنا كان النهائيات في دور الأربعة. صح. زي ما حصل مثلا سابقا في المغرب، نعم. في البطولة. نعم. السابقة. نعم. لكن حكاية انه احنا نخرج من التمهيدي مشكلة او ما نصل للنهائيات، انا افتكر انه دي يعني وصمة بتاع عار في جميع الكرة السودانية. نعم. ولو تحدثنا يمكن ببعض التفاصيل، انا افتكر انه يعني التهيئة بتاعتنا احنا للمباراة خصوصا الثانية، انا افتكر انها ما كانت بصورة جيدة، ما صورة جيدة. يعني احنا كان رجع، ومش الكورة دي، حتى الكورتين، حتى في التصفيات بتاعت كأس العالم. نعم. لو المتابع والمشاهد الكريم، احنا انتصرنا على تشاد في انجمينا. نعم. وجينا هنا في الخرطوم احنا تعادلنا. تعادلنا. بل اقول لك كلام، يمكن يعني التشاديين اضاعوا ركلة الجزاء. نعم. فدي
كان ممكن ينهزم. فانا بفتكر انه التهيئه بالنسبه لي كان في مباراه الريد، في المباراه بتاع الشاد وكذلك المباراه بتاع تنزانيا ما كان بالصوره السليمه. ودي ادوار افتكر انه مزول منها الجهاز الفني. ولما نقول الجهاز الفني يبقى بوضعي اصح انه المدير الفني لاي جهاز هو المسؤول من النجاحات والاخفاقات، وكذلك النواحي الاداريه. انا يمكن امسي تابعت الدكتور حسن برقو بيتحدث عن انه هذه الخساره تحملها الجهاز الفني. طيب اوكي تحمل الجهاز الفني، طيب سوى ماذا بعد ذلك؟ هل الجهاز الفني يتحمل الخساره ولسه مستمر بنفس الاوضاع؟ ولسه احنا كمان جايانا يعني مباريات على من وزن ثقيل اللي هي في التصفيات بتاعت الكان مع, مع 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 فرق ومنتخبات عريقه. فانا افتكر انه الجهاز الفني ما يتوفق في وضع استراتيجيه مميزه وتهيئه اللاعبين بصوره سليمه على اساس انه السيناريوهات اللي كانت متوقعه تحصل. ما عمل لا مضاد ولا عمل. وحتى بعد ذاك انت ممكن تقرا الكوره دي او تتخيلها قبل ما تبدا. لكن بعد ما يتلعب احتمال يكون التخيل بتاعك او القراءه بتاعتك السابقه ما كانت سليمه. صح. يبقى لابد تعمل تحولات وتواكب مجريات المباراه. ده كلام سليم. لكن افتكر انه الوضع اللي حصل بالنسبه للمباراه ما كان سليم من الجهاز الفني، لكن برضه انا ما داير يعني نرمي كل اللوم على الجهاز الفني. الاداره مسؤوله، الاداره مزولة. الاداره هي المسؤوله الاولى في انه انا اجي اتابع وراغب، وده عنصر من عناصر الاداره. انت تراغب هل فعلا الوضع ده ماشي بصوره سليمه عشان يحقق لي اهدافي؟ في النهايه انا الحق اسالك. ده كلام سليم. يعني لو لاحظت الاداره حسالك. نعم. المنتخب المصري خرج في البطوله الاخيره الافريقيه من الادوار الاقصائيه. الاداره كلها استغلت. ده كلام لانه هو المسؤول. نعم. نمره اثنين برضه انا ما اقدر ابعد دور اللاعبين. اللاعبين الان متواجدين في المنتخب كلهم عندهم خبرات الحمد لله. اي نعم الناس تقول لك يا اخي الخبرات ما هي عمليه بتاعت سنين تراكم اي بتاع تجارب وكده. لكن انا افتكر انه اقول لك كلام اللاعبين ديل يعني برضه كانوا يجروا المباراه بصوره يعني افضل من كده. يعني احنا لما بدا المباراه احنا شاهدنا المنتخب التنزاني اول شيء لو جينا للعمليه بتاعت الاعداد المنتخب التنزاني تم اعداده بصوره سليمه. انا افتكر عمل مباراه وديه في ايام الفيفا احنا نمنع العسل. احنا المباراه الاولى في تنزانيا قلبين 1-0 وهنا اي نتيجه بالفوز او التعادل احنا داخلين. طيب لما نجينا هنا شاهدنا احنا المنتخب التنزاني يقوم بعمليات هجوميه متتاليه متتابعه وهدد مرمانا اكثر من مره. نعم. احنا اتماسكنا في لحظات ويمكن الحظ حالفنا وحرزنا يمكن هدف. اوكي لعبه جميله ممتازه ملعوبه، لكن سوى ماذا بعد ذلك؟ استمر المنتخب التنزاني في عمليات هجوميه معناتها تم اعداده بصوره سليمه انه احتمال كبير يدخل فيك هدف يبقى هي نفسيه انت تتماسكه ما يدخل هدف ثاني يحصل عمليه رغم انه منهزم في ارضه. ده بقى كده تهيئة النفسية الجيدة. ايوه شوف ده عادل ثم ينتصر. نعم. يبقى معناته هنالك خطط ودي يا استاذ معتصم لابد تاخدها في الحسبان. كل الغارة الان تعمل بصورة علمية ده كلام صح. وتأسس شغل مدروس يبقى لازم احنا نراجع نفسنا. انا افتكر انه الهزيمة وخروجنا من البطولة بتاعت المحليين دي لابد احنا نقيف. نعم. عشان احنا نقدر نمشي قدام. لكن لو احنا تابعنا وقلنا معليش والله حملنا المسؤوليه بتاعت الخساره والخروج لفلان وعلان واستمرينا بنفس المنوال ده حنزل. انا اكيد ليك اقول لك كلام ما حيكون في عمليه بتاعت تصحيح لانه افترض انا اقيم الوضع. نعم. بعد تقييم الوضع اقوم بعمليه تصحيح اشوف العلاج شنو طيب يا كابتن هيثم، يعني يمكن الحديث اللي بيدور عدم قناعه لجنه المنتخبات بالمدرب وتحميل المسؤوليه، يعني يا ريت شويه نتكلم عن النقطه دي. يعني لجنة المنتخبات بتتحدث عن انه المدرب هو السبب، هل بتفتكر انه لجنة المنتخبات ذاتها هي مع احترامي هل هي مؤهلة انها تقيم مثلا؟ والله ده كلام ممتاز. احنا كان قبل فترة حصل لغاء تفاكري مع بروف شداد ولجنة المدربين جمعوا وعملوا لغاء مفتوح ودعوة لكل المدربين على اساس انه يجوا يتحدثوا مع المدربين في شأن تكوين اللجنة بتاعت المدربين. واحدة من الحاجات حدثت وعملت ورقة يعني وضحت فوق بعض النقاط انه واحدة من الاشكاليات الان اللجنة بتاعت المنتخبات لا يوجد فوق من الفنيين واللي عندهم خبرات العدد اللي ممكن يخدمك الكافي الموجودين الان في لجنة المنتخبات هم المدراء الفنيين الموجودين مع المنتخب. نعم. بمعنى هل معقول انا اكون الحكم والخاص في وقت واحد؟ يبقى لكن انت تجيب لي اشخاص من خارج المنظومة عشان يقدروا يشوفوا ينتقدوا ايوه ويغيموا وانت كاداره انا. نعم. بديك والله وجهه نظري. نعم. في النهايه قرار حقك انت. نعم. انا والله شايف يا هيثم سلمان الان الاداء الفني العمل اللي قاعد يقوم به تجاه المنتخب ده والله فوق ملاحظات ايجابيه 1-2-3
فوق سلبية نواحي سلبيه واحد اثنين ثلاثه ان احنا نقترح او نوصي بانه يا اخي يتيم كده 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 وكده وكده. انت بعدك اداري انت جاتك توصيه من ناس عندهم خبرات عندهم خبرات وامكانيات وانت اساسا بقول لك كلام اضيفته بحكم انك انت حاسس انهم هيخدموك. لكن انا ارى الان اقول لك كلام لما تجي للجنه المنتخبات ودي لجنه اساسيه في الاتحاد السعودي لكره القدم تلقاه يقول لك كلام يغلب على الجانب الاداري. احنا نحترم الاداريين لكن اقول لك كلام الاداريين ما يفهموا في الامور الفنيه بالصوره السليمه بمعنى انه اقول لك كلام يعني انا اجي احسك اداري واجي اشوف التمرين ده والله بس بدون ما اخذ عجاج وقايم في السماء وقسمه وكلام مش كده اقول خلاص والله دي احسن ناس صح وانا ما جايب خبر لانه هنالك خطط علميه صح اساسيه بيعرفوها اصحاب الاختصاص والناس اللي مارسوا اللعبه ذاتها. بعدين شوف يا استاذ مصطفى في حاجه اساسيه الناس يجي يقول لك مثلا زول خبير فت في 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 في, في الكلمات انا احتاج الخبير لكن احتاج المختص اللي هو يكون صاحب العلم وعنده الخبرات عنده الاثنين مع بعض على اساس انه انا اديك كلام يقوم يعمل لي يعني تحليل للوضع اللي انا محتاج له ويدي التوصيه السليمه على اساس انه انا اعبر بها. لكن احنا نجي نقول لا جبنا زول خبير لا جبنا زول مختص يبقى يكون مسؤول وهو شنو اقول لك كلام من الوضع بتاع بعدين منتخب السودان انت بتتكلم عن شنو لو قلت نادي من احترام لكل انديه يمكن ده حق ناس محددين وناس محصورين لكن ده حق السودان يبقى يبقى لابد انه يتم تصحيح الوضع ده. نعم. لجنه المنتخبات يتم اقحام عدد من الفنيين اصحاب الشان والاختصاص وكذلك اللجنه بتاعت المدربين يتم تكوينها عشان اقول لك كلام تقدر تقيم لك الوضع ده. نعم هي مع لجنه تبعك. نعم طيب انا لو عشان نمشي لنقطه ثانيه يعني هل بتفتكر انه الجانب الاقتصادي اثر؟ يعني الان لجنه المنتخبات تحدثوا عنها برضه بتنفق وبتعمل، هل الجانب الاقتصادي كان برضه يعني الاداره في المنتخب نظرت له انه يكون فيها ناس عندهم مال مثلا عشان تستطيع تنفق واهملت شويه الجانب الفني؟ والله لو تحدثت عن الناحيه الاقتصاديه انا افتكر الاتحاد الان الاتحاد الحالي ده من اخصب الفترات السابقه في المرات الاخيره من ناحيه بتاعت اموال ماديه. نعم ماديا يعني كان عنده دعم من الحكومه بالنسبه للمنتخبات الان بتجيك اموال فيفا اي نعم هي عندها يعني موارد محدده تصرف فوقها تنفيقها فوقها لكن بفتكر انه يعني ما تم الان برضه هو عندهم حاجه كويسه المدربين بتاع المنتخبات عندهم عقودات دي كان زمان ما حصل يشتغل في المنتخبات. نعم اقول لك يشتغل اقول لك كلام بس كده بيعملوا شيء زي ود الحله الان ده كله شايفه في استغراب يعني من نواحي ماليه انا افتكر المفروض يكون الوضع يكون اسهل من كده ونفضل مفترض لكن الخطط تكون ما يوازي الاموال الموجوده عندك وتعمل مباريات تجريبيه اعداديه في ايام الفيفا على اساس تشوف انت واقف وين. ده كلام سليم. لا الان ده كله ما قاعد يحصل. طيب المنتخب في الفتره القادمه تصفيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل مباراته القادمه مع ساتومي دي حقت الكان على الكان اي تصفيات امم افريقيا. نعم انا افتكر هو وقع في مجموعه لكن برضه انا اتمنى انه يطلع الاتحاد او يطلع المدير الفني او احنا كلنا كجمهور وكاعلام نقتنع تماما انه يا اخي المرحله دي صعبه بالنسبه لنا لكن احنا نجتهد ما نقوم نجي سلام نمد كرعينا قدر لحافنا. انت المجموعه فيها غانا غانا محصله على اربع بطولات افريقيا فوق جنوب افريقيا. نعم. عندهم خبرات متحصل على بطوله وكاس العالم ثلاثه مرات اربع مرات لاعبين محترفين يمكن ساوتومي الان يعني منتخب ناشي يعني ما عنده تاريخ كبير ما عنده تاريخ لكن برضه انت تعمل له حساب فانا بفتكر انه الناس يعني احنا في المنتخب نهيئ ال 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 الجو العام على شنو احنا والله بنواجه يعني صعوبه بمكان صح انه احنا نتخطى شنو نتخطى الفرق دي. نعم. لكن احنا نعمل على انه ما يكون في الكلام ده ليه يعني في علم بتاع التدريب انت لما يقول لك التهيئه بتاعت الرياضي ده او اللاعب من ضمنها اقول لك كلام انت تهيئه نفسيا يبقى انا لما اجي واشيل الضغط حسي لاحظ في منتخبات كبرى تكون ماشيه لبطوله كبيره بيقول لك والله احنا جايين لحد المركز الرابع الدور كده عشان ما يحصل ضغط على اللاعب وما يحصل ضغط على يلا انا اتمنى انه اقول لك نهيئ ان احنا انفسنا نهيئ اللاعبين انه احنا دايرين نجتهد في انه احنا عسى ولعل نتخطى كده مباراه. نعم لكن ما نقول احنا طوال واصلين حنصل قطر لانه احنا حنلاقي منتخبات يعني ذات شان وباع كبير كلام سليم وخبرات عاليه على مستوى. نعم. لكن ان احنا نهيئ ما معنى نرمي المنديل مش كده؟ ما نرمي المنديل لكن قدر كرعينا نمد لحافنا انا شايف حسي يلا في خطوات يمكن
بتاعت دعوه لعدد من اللاعبين من خارج الغرب. نعم. انا اتمنى دي ممكن يستفيدوا منها اللاعبين الموجودين السودانيين الخارج السودان، لكن برضه فوق النواحي نفسيه لازم تراعي عليها. انت اللاعب السوداني هش نفسيا، انا ما داير يعني كانه ما اسمع احنا لاعبين المحليين دي احنا خلاص جايبين لاعبين خارج يلعبوا خارج القطر، وكانه ما انتوا خلاص ادواركم بقت ثانويه. لا، يتم عمليه بتاع دمج بين الخبرات الداخليه والخارجيه في مصلحه فيهم مصلحه المنتخب. نعم. ويتم معالجه الوضع الفني بصوره سريعه. يعني الكلام حسي بين ما في والله المدرب ده شايلينه، المدرب هرب جايب رهومه في كلامات. لابد الكلام يكون واضح عن مباراه يوم 11، يعني ما في زمن. نعم. انت التجمع بتاعك يوم 5 يبقى الان افترض اتحاد كره القدم يتخذ القرار اللي يراه مناسب. نعم. وعلى اساس انه يحقق الاهداف بتاعته المنشود. نعم. اللي هي هدفنا كلنا انه المنتخب ده احنا نحس به انه وضعه يكون احسن. نعم. دايرين احنا نشوف شكل افضل من الشكل اللي شفناه في التصفيات بتاعت الشان. لان نشوف احنا اقول لك المنتخب امام ساوتو ميديا اقلها يقدم عرض مميز ويحقق نتيجه ايجابيه بعد اسبوع هو ماشي جنوب افريقيا. نعم. فدي انا افتكر اديهم معنويات اذا حقق نتيجه جيده وحيمشي جنوب افريقيا بمعنويات، لكن هو عارف قدرات جنوب افريقيا. اي نعم. لكن برضه بقول لك كلام بعض في كثير من المباريات بتاعت المنتخب بتاعنا مع منتخبات كبرى، المنتخب اولادنا اللي احنا قاعدين بصراحه يبدعوا ويطلعوا كل ما عندهم. يعني احنا امام غانا. نعم. قدمنا مستويات كبيره امام الكاميرون، لكن ده بنتكلم برضه في الزمن الجميل. نعم. ايام العجب وهيثم موسى. نعم. قلبنا احنا. نعم. واحنا ليبيريا دي احنا تفوقنا على ايام جورجويه. فانا افتكر انه برضه احنا ندوق على الوتر ده. انه اللاعب السوداني بعض المرات لما تخطه تحت الضغط ومباراه دي النجوم وديل بيقدر يقدم احتمال يقدم. لكن كان المفروض ندعمه بشنو؟ بعناصر وامور فنيه تساهم في العمليه ترتقي بالمستوى على اساس نحقق النتيجه. نعم. طيب نحن نمشي من المنتخب ونجي للدوري الوسيط قبل الدوري الممتاز. الدوري الوسيط شويه نتكلم عن المورد، يعني نتائج المورد. انا اتحدث عن ملك التعادلات، يعني تعادلات كثيره جدا. والله انا يعني اول شيء انا الحمد لله بقول الشرف انت الان المدير الفني المورد. انا مدير الفني المورد وبنعتذر لجماهير المورد يعني الكبيره والعريضه على اساس انه احنا يعني بالذات في الخرطوم ما قدمنا المستويات الكبيره. لكن انا احنا في حلفه في كسلة في بورسودان قدمنا مستويات كبيره جدا وحسينا انه الامور ممكن تعود لوضعها الطبيعي. لكن لما جينا هنا بصراحه يعني الامور ما مشت معنا، المستوى ما كان بالصوره المرضيه لي انا شخصيا للاعبين في المقام الاول للاداره للجمهور. النتائج فعلا كانت مذبذبه، يعني التعادلات كانت كثيره، احنا عدلنا يمكن 4 مباريات اتصلنا انتصارين، فدي كلها احنا خلتنا في وضع نقول المجموعه بتاعتنا مجموعه زي ما تقول مجموعه حديديه. يعني الان المتصدر المجموعه المتم شندي وحيومي هنا عندهم 13 نمره 13 نقطة. نعم. الفريق الـ نقول بعيد اللي هو ارتيتا دونجو عنده 4 نمر، لكن المجموعه الباقيه كلها اللي هي 7 فرق من 13 ل 9 نمر. نعم. كلها قريبه بعض يعني. نعم. اي مباراه انت ممكن ترفعك الثاني ونكون واضحين احنا حاسس. نعم. دي حاسس الدوره الاولى. نعم. لكن ان شاء الله الدوره الثانيه هتبدا بعد اسبوعين ان شاء الله، نحاول نعالج الوضع ده خصوصا في المنطقه الاماميه في منطقه احراز الاهداف. احنا ما دخل فينا اهداف كثيره. اللي يعني عندهم كم نقطه الان؟ احنا عندنا 10 نمر. احنا الان في المركز الرابع. يعني 10 نمر، يعني انتم مباراه واحده بترفعكم الاول. مباراه واحده ترفعنا الاول. نعم. ونسال الله انه احنا يعني في نتعهد ونقول ان شاء الله في الفتره القادمه الناس تشوف المورد بصوره. اكيد المورد فريق عريق وعظيم الله. وفريق الله. كبير، ومن الحاجات المعروفه انه كل الناس بتحب المورد ده. والله يعني طبعا جمهور الهلال، جمهور المريخ، يعني الفريق الوحيد اللي عليه اجماع. والله دي طبعا يعني زي ما تقول من الحاجات، يعني في حاجات السودان كده. نعم. يعني متفق عليها متفق عليها. قدمنا المورد ونحتاج انه احنا الموردات برضه. نعم. نتشرف بكل جماهير السودان اللي هي بتحبنا وبتبادلنا التحايا. نعم. اكيد انت عارف يعني من الحاجات اللي بتخلي الناس تحب المورد احساس الحله. نعم. يعني انت الناس المورد بيقول لك نحن زي اولاد الحله، الناس بتحبهم وفي تكاتف، وده يمكن الان برضه عامل شويه مشكله. الناحيه الماليه اكيد عندها اسبابها، واكيد نحن عايشين في اوضاع يعني الكل عارف يعني. والله انت ضربت في وتر حساس. نعم. انا بالرساله من هنا برسيها لكل ابناء المورد انه انا احنا يمكن ظروف العمل خلتنا نمشي عدد من المدن بتاعت السودان. نعم. بحين ما نمشي بنلقى ناس يحبوا المورد، لكن مشكله ناس المورد انه هم مفتكرين المورد دي حقتهم هم فقط بس يعني. ما دارين فتحوا على الاخر. نعم. دي مشكله كبيره. فانا اتمنى انه يعرفوا انه هنالك يعني محبين. نعم. وعاشغين الهير باحتمال يكون اكثر منا احنا ذات اولاد المورد. نعم. نعم. فلينفتح على الاخر
ونتضافر مع بعض عشان نحقق الاهداف نستفيد. وفعلا الحته بتاعت الامور الماليه دي ما 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 نديس. المجلس بتاع نادي المورد الان بيمر بفتره عصيبه لكن هو قادر الان يسير الاعمال في بعض الاشكاليات، لكن هم عندهم حسب ما بلغونا انه في برنامج كبير للمورد ان شاء الله في يوم والايام الناس تشوف المورد في نهضه رياضيه وماديه بصوره كبيره جدا. الله نتمنى ذلك. ونهضه المورد هي اكيد نهضه للكره السودانيه. طيب اذا تكلمنا عن الدوري الممتاز من خلال رؤيتك للدوري الممتاز، يا ريت تدينا ملمح للدوري الممتاز حتى الان في المباريات اللي جرت. والله انا افتكر انه متذبذب زبزب. لانه انت لو لاحظت احنا دائما كان الدوري الممتاز طيله السنوات السابقه انه بكون راس القطار بتاعه او المسيرين بتاعه هلال مريخ. نعم. تبادلوا شنو تتبادلوا المراكز. نعم. وبعد ذاك في عدد من الفرق في الفتره الاخيره اهلي شندي، خرطوم وطني، هلال ابيض. نعم. هم يكونوا يتنافسوا على المقاعد بتاعت الكونفدراليه. نعم. ومعظم الانديه الاخرى كانت تتنافس على انها الهروب من شنو؟ من الهبوط. من الهبوط. لكن يمكن الفتره الانتقاليه كان فوق مشاكل. يعني من الموسم السابق الموسم الحالي ده الفتره الاعداديه ما كانت كافيه. قامت حصلت بعض الاوضاع يعني غيرت الشكل بتاع الدوري الان. في ستة اسابيع دي التوقف بتاع المباريات برضو اصاب بعض الانديه ببعض المشاكل، لكن برضو ظهرت بقول انديه كان بصوره مميزه. يعني امل عبر الان يقدم في مستويات انا افتكر مميزه. الفلاح الصاعد. نعم. انا افتكر برضو قدم مستويات جيده جيده جدا جدا. حي العرب بالرغم من انه اقول لك كلام يعني بدا بدايه متعسره حاول يعود لوضعه الطبيعي. مريخ الفاشل يقدم في مستويات كويسه. المشكله المعضله كان في الهلال والمريخ الفريقين اللي بيقودوا الانديه ودي بالنسبه لي انا تور مردابي. لكن احنا نغير احنا كسودانيين عشان مصلحتنا تمشي احنا يبقى الناس اللي بتشارك افريقيا لابد تحقق اهداف بتاع السودان وتكون شكلها كويس. لكن الوضع اللي انا شايفه الان للهلال والمريخ ما حيحقق الاهداف. وده نتيجة عن شنو؟ انت لو لاحظت الهلال مثلا الان هو مستمر في البطوله الافريقيه. الهلال التغيير بتاع الجهاز الفني الكوكي جا صلاح استمر جا معه اخونا هيثم. نعم. خروج من البطوله العربيه امام الوسط بصوره دراماتيكيه. الان الدخول ذاته لدوري المجموعات انا افتكر انه دخول كان صعب يعني لما راينو سبورت هو الهلال تعادل هناك 1-1 يتعادل 0-0. نعم. انيمبا النيجيري تعادل خارج الارض 0-0. نعم. فوز هنا ب 1-0. البدايه في الدوري الممتاز كانت انتصار مع الرابطه مع الفلاح بعد شويه تعثر في عطبره. نعم. يعني الهلال حتى الان فنيا تحس انه متذبذب برضه متذبذب هناك اشكاليات. نفس الحكايه بالنسبه للمريخ. نعم. يعني بدا مع اخونا ابراهيم يعني خرج من البطوله العربيه بصوره برضه يعني صوره غريبه. يعني انت كان منتصر مهزوم خارج الارض 1-0 امام الشبيبه، جه هنا منتصر 3 لحد دقيقه 89 هدفين. حاجه غريبه جدا. اوضاع لانه بفتكر برضه فوق جوائب اداريه برضه خروج من البطوله الافريقيه من الدور التمهيدي بصوره يعني غلا ما توصف. نعم. حاجه حزينه جدا. في الدوري الممتاز بدا بدايه موفقه مع انه الانتصار الاول كان اهلي مروي 2-3 خارج الارض، لكن برضه ادت انطباع انه الوضع ما يهو. بعد الانتصار على الخرطوم بعد الان تعسر تعادل مع حي العرب كان في المؤخره، هزيمه الان في الفاشر ولسه عنده لا في نياله سوري والان ماشي الفاشر مباراتين في الفاشر صعبات. فيفتكر برضه التغيير في الاجهزه الفنيه احنا دي رساله انا ارسلها ما عشان انا مدرب، لكن اتمنى انه الاداريين يعوا انه الاستقرار من اهم العوامل اللي بتخلي الفريق يتقدم لقدام. نعم. وزي ما ذكرت انت الدوري الممتاز هو واجه علينا احنا. يبقى احنا نرتب امورنا بصوره كبيره واسال الله انه يعني الدوري ده يصير بصوره يعني مميزه على سبيل احنا نستمتع. نعم. شفنا جماهير ما قاعد الان تحضر الا في عدد من الملاعب، لكن ده كله ممكن يكون سبب منه الاداء الفني الما ما مرتب. نعم. الان يعني انت قبل شويه تكلمت عن الفريقين الكبيرين هم يعني ما متصدرين. يعني يمكن ده يعني كثير جدا اذا كانت الاوضاع طبيعيه يمكن يفتكروا ده قوه تنافس، لكن هل انت بتفتكر انه ده الانديه مستواها ارتفع ولا برضه ساعد في الموضوع ده ترجح مستوى الفريقين الكبيرين؟ والله انا ما داير اقسم ظهر الفرق الاخرى، لكن عشان ما يبقى كلام نظري الفرق الان في المقدمه خلاف ريال المريخ لو فعلا هي متغذيه بصوره فنيه لابد انها تستمر بنفس المنوال. نعم. لكن انا
يعني بقول لك 70 ل 80% 90%، كان ما قلنا 100%، انا بفتكر انه هلال المريخ هيعودوا ويرجعوا عشان يقودوا القطار بتاع الدوري الممتاز، واحد فوق الاول واحد فوق الثاني. نعم. يمكن لعدد من المعطيات. نعم. انا اشتغلت في الدوري الممتاز، اشتغلت في الشندي، اشتغلت في الفاشير وهكذا. بفتكر انه عندنا نواحي نفسيه، يعني انت الفرق الاخرى دي هي بتجي من هناك ان هي ما دايره تعمل على الاول والثاني. نعم. مع انه في بعض الفرق بيكون عندها امكانيات، يعني الشندي عنده امكانيات، الخرطوطه عنده امكانيات، الالوبيت عنده امكانيات وهكذا. يبقوا لو هي هيئه نفسي بصوره كبيره، جمهورها، ادارتها، لاعبينها، انا افتكر ممكن تنافس بصوره كبيره. نعم. والامل ده على فكره انا اشتغلت في الامل، الامل من الاتيام الكبير جماهيريا، يعني احتمال يكون والفريق الان في الدوري الممتاز بعد هلال المريخ. نعم. يعني هو بتاع الدفع كبيره جدا جدا. يبقى الناس تعمل على الوضع زي ده، اقلها انه يعني لو انت الله خلاص قول قدرت وهزمت امام هلال المريخ، لو فزت في باقي المباريات انا متاكد انك انت حتجي يا الاول يا الثاني. نعم. لانه الهلال المريخ يتهزموا يعني. ايوه صح. نعم. والهلال المريخ انا افتكر انه بوضعه ده ها، ويمكن انا بقتبس كلام قاله الخبير مازا امام مباراته امام الشندي امام الهلال، انه وضع الهلال الان في البطوله الافريقيه بالنسبه له لو حس انه الدور المحلي ده هيعده فافتكر فوق مشكله. نعم. الوضع ما مطمن، الوضع ما مطمن، فيبقى نعم. اتمنى انه يتم ترتيب البيت الفني للهلال بصوره كبيره. نعم. طيب نحن قبل ما نختم، انا لو سالتك الفرق في الدوري الممتاز اللي شدت انتباهك وعجبتك شنو؟ والله انا شايف الامل عطبره والفلاح. الفريقين. الفلاح ده كانه فريق صاعد يعني بيقدم، واولاد صغار، مدرب ذاته يعني نفتكر انه ما عنده اسم كبير، شاب. نعم. صاعد. نعم. من البدايه ووضع يعني شغل فني، انا شايفه شغل فني، خلينا نتائج حققها. الامل عطبر بنفس المستوى يعني بيقدم في مستويات مميزه. مميزه، حي العرب والله جميلين. نعم. يعني حتى شفت انا مباراته مع الشرطه القضاري. نعم. يعني كان مهزوم يتعادل، ثاني هزم ثاني رجع، برضه اولاد شباب، يعني دي برضه واحده من الحاجات المميزه انه حسي في عدد من الفرق يعني عندها شباب. نعم. انا بحيي كثير جدا الكوتش والمدرب الشاب هيثم سلمان، مدرب نادي المورده والمدير الفني نادي المورده، وبنتمنى لك التوفيق والتقدم، والشباب اهو قايدين الانديه، ونتمنى نشوفكم كمان في المنتخبات. والله انا المنتخبات اشتغلت فيها على فكره. نعم. انتخبت منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي، ونسال الله احنا الحسي الاهلي الاخوه الشغالين ديل التوفيق، وانه يحققوا الاهداف بتاعتنا والمنتخبات كلها نشوفها في المراتب العليا. شكرا، انا بحييك، وعبرك تحيه لكل اهل المورده، ونتمنى المورده تعود كما كانت. الله يديك العافيه، نتمنى يوم تستضيفوا لنا عشان برضه نشوف الحاصل شنو. الله يديك العافيه. انا من هنا باكد لك انه ان شاء الله مع الاخوان دكتور ياسر والعشاء ان شاء الله نستضيف المورده. الله يديك العافيه. انا بشكرك وبحييك كابتن هيثم، ونلتقي ان شاء الله في مرات قادمه. الله يديك العافيه. شكرا لك، وبحيي كل المشاهدين اللي بيتابعونا. هناخذ فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء، ثم نعود لنتواصل.